بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه سل النبي عليه الصلاة والسلام سيرة أبات أجروا إياياني يتملكتن أما استنياك في الدرسنا بزيك في الله إن شاء الله يمن ملكته يا نبي صلى الله عليه وسلم نبي النتي هنا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا سلام الله كاتجو زيب وتالي ويمزيك في المايت مفلقه من جنو يا نبي عليه الصلاة والسلام يا دعوة تري سلت لو لا تكفلنا لن عهد مكنا مدني بمكة زي نبرو يا دعوة تري هنا تاسلت الناكهد مدينة ينبرو يا دعوة تري وصلت عكاهرنا ينبرو يزوتا كذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ملاك يدعوا استراتيجات يهدو بيت ارمجا من يأكلنا نبي عليه الصلاة والسلام كصحابة وشقا يقد أماتونا يألفوا بيت فتنانا سلا هجراء النزيهن نمد أساس الموكرا لن ازيك في الله كالترسن بميكتروك في الله إنما لكتا لن نقوله سلا مكة سننبرو هيوتاتوني كمن لاكاتو جمونو العهد المكي قد هي سيرا سوت يا نبي صلى الله عليه وسلم يا دعوة الري سلت الناهدة لولت كفلت مكانا مدينة ينبرو لمن النزي كفلت ولدتم أقر لا ينبرو يا دعوة هدة تتعبات هنيتا يتلاي سنة نبرن تنقسم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن شرفه الله بالنبوة والرسالة إلى عهدين يا نبي عليه الصلاة والسلام هيود الله نبي كادر رقات شوك زي جمرو لولد كفلون ما يتنشل علن هما العهد المكي بمكة سالفوت هي دعوة زي هي أسر سوس أمتنا ولتن يوم العهد المدني أسر أمتات مولو يا سالفو بتنا أسر سوس تنا أسر أمتات بتكلو هاي سوس أمت مالنا ثم يشتمل كل من العهدين على عدة مراحل بهلتم يهود كفلاتهم مكة لا ينبر يدعوا هدات نامرين ينبروا يدعوا هدات يتلايو أركانو تشن الفونو يميمتا لكل مرحلة منها خصائص تمتاز بها عن غيرها هلهم يدعوا أركان هلهم يلفوا بات أركان عندو كليلا ويليا وقبل الحديث عن العهد المكي وبداية البعثة مكة لا يسلفوا تهوات يدعوا هيوت مني مثلا يميلون كما تكساتشن انها يا الله لا كاتشون هيدت كما وساتاتشن بفيت فتلك بعض المظاهر من حفظ الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته رسول عليه الصلاة والسلام كما لا كاتشو بفيت الله لساتشو لي ينكب كابينا طبق عرق الله تشون ببهر يهين يمياسا يو يميقلسو عندان تشباتو تشن انو ملكت عندنيا حفظه صغيرا بداية من اصطفائه من أوسط النسب وأشرفه بل جنة أتشو قنا كعفت أتراتشو كتنسس أتشو الله سبحانه وتعالى طبق أتشو يا مارو زري الله أتشو تلالك كم يبالو بيتسابن يتولدت وولادته من نكاح صحيح وليس من سفاح باطل نبي عليه الصلاة والسلام يتولدت تككلن يابهون أقباب بالو بألتو بميتاوك تككلن يابهون تشانو كازمو تعلم يتولدت يهي بتقام يسلس تاتونا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولتنيو كفالة جدي عبد المطلب وهو سيد قريش آياتاتشو لأستراد روح لا في النتوس دوناتي يو كمو تشبه لا طبعا آياتي يو أستراد روحاتشو بس أتو تالاك ميكبر سونا بر آياتي يو إلى أن بلغ الثامنة من عمره وتوفي جدا اسكسم من تامتاتشو درس أقوت آياتاتشو قاك أيو كز آياتي يموت فانتقل إلى كفالة عمه أبي طالب وهو سيد قريش أيضا وفي ذلك ما فيه من المنعة كذبها لا أقوتها تشوقع سألف رج ما متدعوه ونجمره ورج ما متألف يهم دقمو أبي طالب أقوتها تشي تكبر سونه سلزهم الله طبك أن ننكب الكابين للدرق الله تشادركو سوستنيا وطاتي يالو الله طبك أتشو كذب فيت وطاتو تشيوت قبت ينبرو زموت اسكيامي تكبر مدفو درجيتو كله كذا يتطبقو نبر رسول صلى الله عليه وسلم اندوم بمهبر سبعاتو بحزباتو مكاكل بمن يتواقو نبر وهو شاب بالصدق والامانه وطاتو نيالو تامانيونا اونتنيا يميل قصل نبراتو
أردتني حفظ قلبه طاهرا فلم يعبد إلها غير الله عز وجل الله يا نبينا عليه الصلاة والسلام لب نسو هذا الوقت أبقى الله كالله وجي ماننم أكال بيت يوم وقت النهوني تعالى أملك وياكو سبحان الله ولم يسجد لصنم لطاوتم سجد وردو عاكو قم بس بلو عاكو ولم يتمسح بوثن كطاوتاتم قاتا شاشتا عاكو ولم يحلف بغير الله كالله وجي بالله كان ملهم معكم صلوات ربي وسلامه عليه هذا مع بغضه الشديد لآلهة قومه اللات والعزة وغيرهما حزبه وجو يعمل كواتشو ينبرو تنطعوت أبكرو يتألو منبر الرسول عليه الصلاة والسلام هي الله تبكانو أمستنيا إعداده إعدادا معصوما من نزغ الشيطان ونفثه وحفظ باطنه صحيحا وقد تجلى هذا في حادثتي شق الصدر الله عز وجل يتطبقوا نسوا هرغو ازغاجاچو كلجنتاچو كشيطان وتوتا كشيطان وسوسا الله طبقاچو وسطاچونم نسوا هدرغ يهم ونتا لباچو دراتاچون ሁለት ጊዜ ተሰነጥቀው ታጠበ የሚለውን ሁለት ጊዜ አይተናል በዛ አይነት መልኩ አላህ ተጠብቋቸዋል ይሄ እንግዲህ አምስት አይነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተጠበቀበት መንገድ ነው ስለ መላካቸው እንደሚታወቀው غار حراء ላይ ነው መጥቶ ወህዩ ወረደ لما قارب النبي صلى الله عليه وسلم ال40 ولا 4 አመት ሲጠጉ الرسول عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء ገለልተኛ ሆኖ መቀመጥ ደስ ያሰኛቸው ጀመረ الرسول عليه الصلاة والسلام ይህ ገለልተኛ ያደረጋቸው ዳዕዋና ለማድረግ ከማህበረሰቡ ተገለው ሌላ አመለካከት ለመመስረት ወይም ደግሞ የሆነ እርምጃ ለመውሰድ የሆነ አስከፊ ነገር ለመስራት ተንኮል ሴራ ለመጠንሰስና ለማሴር يعني መንግስ ለመፈንቀል ወይም ለመገልበጥ ወይም ደግሞ እርምጃ ለመውሰድ አልነበረም ነገር ግን አላህን በነጻነት መገዛት እንድችሉ ማህበረሰቦቹ የነበሩበት ሽርክ የነበሩበት ኩፍር የነበሩበት ውሸት የነበሩበት የተለያየ ወንጀል አስጠላቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ብቻቸውን ሆነ አላህን መገዛት ፈለጉ فكان ياخذ السويق من والماء وهنا اندبسو ነገር ሚበጠበጡ ዱቄት ነገሮችን ይዘው ይሄዱና ويذهب الى غار حراء غار حراء يجبونا على مبعدة نحو ميلين من مكة كمكة 2 ميل ميرقوطا متنش راك قالنا ازاي هيلونا يقمطو نبر فيقيم فيه شهر رمضان يا رمضان ور عند ور مولو بعامت وسط يا رمضان ور نورو ازا قويته يملسال ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءه التي بمن يسالفالو በእለቱ በነበረው በቃያ የነብዩላህ ኢብራሂም ሃይማኖት ቅሪት ነበረ በዛ የተቀሩት ሃይማኖቶች ወይም የተለመደ ሃይማኖት በዛ አላህን ይገዙ ነበር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዙሪያቸው ያለውን ዩኒቨርስ ያለውን ዓለም ያስተነተኑ አላህ እንደፈጠረው ያስተዋሉ ያሳለፉ ነበር ከዚህ ጀርባ ያለው ምንድነው ይላሉ ያስተነተኑ وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد حزبዎቻቸው የነበሩበት የከፋ እምነት ويمكفوا منت من على الرقاقاتشو نبر ولكن ليس بيده طريق واضح قلت من قد يلا من يادر قولها مهبارة سبو هزبو اندي يتأممنا هلوم دقدق جعل ما وستنا يالو يكفر يشركو بدلو قفو معصيو هلو نقدر ياترامسنا من دنو ملو من بجاتشو من نقر عن نبر ولا منهج محدد يتقدبه يهون عكاهير ما نبراتشو ولا طريق قاصد يطمئن إليه وإرضاه يهونا من قد نراتشو بس زالي تقوزو ميزنا نوبت يعني أرفت أمي أغنيو بات أمي دستو باتنا قريلا وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له يهين بتنينت وقللتنينت مبرات عاتشو الله سبحانه وتعالى إياد دراتشاتشو إيام مشاتشاتشو نقر نبرا مالتنو يهونا يام مشاتشو نقر على الله لما ينتظره من الأمر العظيم ميتبك عاتشو تالاك نقر على لزا يام مشاتشاتشو ندهنا يا سايا فيستعد لحمل الأمان الكبرى يهين تلك حلاف النت لما تشكم يمتشاتشو زند زقجو يهونو زند لما متشاتش تفلقون الله عز وجل وكان ذلك قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات يهين يجمرو تويبين اقر يهونو متشنو نبي كامونتشو كسوست عمت به تجمرونو يهيمون يجمرو طيب من هنا هن كسوست عمت بهالا يهين كجمرو كسوست عمت بهالا جبريل وحي زمد لما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 عاما
لك أربعة متسمول الرسول عليه الصلاة والسلام ابتعثه الله تبارك وتعالى للعالمين بشيرا ونذيرا الله سبحانه وتعالى لألمه الله استنقاك إنما يعني أبساري أدرقوا لأكاد وأتاه جبريل عليه السلام بوحي من رب العالمين بغار حراء غار حراء حراء وشالي جبريل عليه السلام يا الله وحي زمد فقال اقرأ أم ببالج فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارين أني ما ببالج قال صلى الله عليه وسلم رسول من الالو فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد بتأم افنا عكفنينا افنا درقو يا زين جنك طبب بسكلين درسا ثم أرسلني كذلك فقال اقرأ أم ببالج فقلت ما أنا بقارين أني ما ببالج مالك تعالى فقال لي في الثالثة ولتنيا من الذي تمكعته كزاسوس تنيا ولي فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أخرجه البخاري ومسلم النزيه أمست أن قصد لم جمر يوردوه هنا كزاس بحراء من تفتر انديت هنا يدعوى التوهيد كجبريل قال لهم برا تشوقن ان نتكتل وين استقرت فقطع يكفل يمن ملكته هنا الله سبحانه وتعالى بسمانه تتكامي ادرقن بقطع يكفل طبقون يقرون نطب الملكت هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.